مرحبا بنا عندك اليوم. شكرا لهبة بريس على استضافة، وانا فرحان ان يلا ساليت السهرة موازين وكنهضر من قلب موازين. وشكرا لإدارة موازين وشكرا للجمهور اللي هو كان تفاعل معايا، كان واحد الجمهور اللي هو تبارك الله، ما غاديش نقول شحال، انتم اللي عارفين هادشي، انتم اللي غادي توصلوا الميساج لان عندنا فيكم الثقه. وتم كل شيء على حسن ما يرام بكل صراحه، وكان واحد السلطه اللي هي حراسه كانت مجدده تبارك الله، كاع السلطات مشكورين، والصحافه الوطنيه هي كانت يعني كانوا غير المهنيين تما، وكل شيء كان يعني داز على حسن ما يرام بكل صراحه. عجبني المهرجان ونتمنى ماشي اول اخر مره، نتمنى دائما نشارك ان شاء الله في هذه الخشبه الجميله ديال الموازين. ان شاء الله ما تغبرش علينا، وان شاء الله تبقى ديما حاضر في الساحه. كان تفاعل كبير اليوم مع الجمهور، كانوا حاضرين عندك من بزاف ديال المدن، ودرت لهم واحد المفاجاه انك طلعتي واحد الموهبه صاعده. بغيت نسولك واش نقدروا نشوفوا ستاتي في شي برنامج ديال اكتشاف المواهب؟ في مقارب ان شاء الله غتكون هذه الفكره، وديالي هذه الفكره بالفعل ان شاء الله غادي تكون، نخليوها ما نحرقوش المراحل حتى تشوفوها ان شاء الله وتحكموا عليها. لان ستاتي معروف بالمفاجآت مع المغاربه كلهم، هذا هو السر فين كاين، واظن هذا هو سبب النجاح ديال ستاتي عبد العزيز. ستاتي عبد العزيز فين كيشوف راسو مع الفنانين الشعبيين؟ كنشوفهم كلهم اصدقاء ديالي، كلهم خوتي، كيحتارموني كيخافوا عليا كنخاف عليهم، تن اللي في استطاعتي نعاونو بحال مثل هذا الشاب الصغير اللي شتيه، هذا كان اللي وجهته، وشباب خصنا كنوجههم بهذه الطريقه، وكل واحد راه في بلاصتو. هذا هو اللي كنتمنى لهم تا هما التوفيق، ويكونوا تا هما يقلبوا على الحقيقه ويشوفوا من جلستاتي، ان ملي كيجيو يركبوا على واحد الحادث او واحد الموجه، ملي كيدخلوا لهذا البحر هذا، لا هو ماشي سهل، تا هو علم، تا هو فيه بحور، فيه بزاف الحوايج، ملي كيدخلوا عاد يبداو يقلبوا على المصادر منين جينا هنا. تنشكر هبة بريس على هاد التوضيحات اللي هي او هاد الوقت اللي هي تسناتني باش نعمل معكم هاد الانترفيو، شرف ليا. وتنشكر المؤسسه ديالكم باكملها من الكبير حتى الصغير. كنت فرحان وغادي فرحان، جيت فرحان وغادي فرحان بكل صراحه، يعني شفت بزاف الحوايج وعشت بزاف، دوزت موازين شحال من مره، ولكن هاد العام هذا شت اشياء اخرى كيف لاحظتوا انتم، اللي غادي ممكن تبلغوا الرساله اكثر مني انا، وانا المجهود ديالي والخدمه العمل ديالي قمت به في الخشبه، وانتم شفتوه كتبقى الدور ديالكم انتم. شتي كنت نتصور معاه، صافي باقي جمهورك باغي شي حاجه، ولكن عنده ليكم واحد المفاجاه.